الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرح صدورنا للإيمان، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه شجعان. أما بعد، بنرم بري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هر دمت خير وخوشادة بن إن شاء الله بن فينا أبو نيشاني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أم دي سربي بوبتي آخرين إن شاء الله. شفاعت يعني پیغمبر صلی الله علیه و آله وقتی چد ایش و الم و نخوشی و آستانگ و عذاب و سزادان سر هندکا دی راکت دی چد یعنی هیوی و رجاش خود تعالی کت که او ایش و نخوشی و آستانگ پیشی وان کسا رابط ابد بیشنی شفاعت دی بیت واسطهی ناو بین مروبت گنهکار و خود تعالی ده. شفاعت فضلك خود تعالى كرمك وباداشتك وهديك وخلاتك خود تعالى دتوان كسا أبيل دف خودي بقدر وقيمة وك بيغمبرا وك صالحا وك شهداء وك أولياء وك علماء أف شفاعتان دي برسقي واناكت. بس شفاعت دي بوان كسا بتني بتأويت يعني توشي كفرية نبينا يعني نجون اخو همي بكفريه بوراندي جون اخو همي بشركيه بوراندي افانا شفاعت شوانا ناقلت دمكو يعني وكيد بيجن ساحكو بيابانكو عردك تجي مخلوقات خود تعالى الوي عردي تكون بين يعني تنخوشيه كده تحركو قرمي طوفي نيزيكي وانا يبي هر یک تناف خواه خود غرق بی یعنی هر یک تمنایت که کنگی در یک چاره سری در باز کردن که جوی موقفی جوی محشری جوی عذاب و سزا دانه هنه هر یک تمنایت کت. بس کی دیر وانا بت خدان که او کسا بیت سروانا اف آستان گونه خوش یا سفک بکت آل ویری هر دیسان رحم و فضل و دلوانی خود تعالی دیارت بد که هر دیسان يعني عبدت خوب هيفيناكت رخصت دتا پیغمبرا رخصت دتا شهداء علماء زانا بين هر ايكو كاچندها كس دي براوانشواناكن دي شفاعت يبواناكن دي هيفي رجاش خوديكن خود تعالى دي شفاعت وانا قبيل كت نخاسم الشفاعة العظمى يا پیغمبري عليه الصلاة والسلام. حديثان قالك پیغمبرا جك بو امت خو اقوام خو شفاعتت كن يشفع العالم عالم تيت شفاعتت كت خو تعالى رخصته درفت دتي جبر قدر قرتنا وي علم زانيني جبر اخلاصه يعني بونغوازي وي عالمي دي رخصته درفت وفرصت دتي كاكيد فيت براواني جبكت بلا بينت حاضر كت خو تعالى دي رخصته دد منزلته قدر وقيمتك دتا الشهداء شهيد دي حاضر بن هر یک دیش بنا مالا خوام رو بدخوا یعنی کسان کهش آگری وش زدانی دی قرطار کت خود تعالی رخصت داده وی زاروکی اویش نیکواتی سر ری عردی و عمری خودی کره دلویر شفاعتی بوده با بخوا کت دیوان داخلی به حشتی کت و هر دیسانه گلک خود تعالی دی درفت و رخصت دتوانا شفاعتی بکن بو یعنی مرو و دوست و حوال و یعنی کسان دخوا توی روزه ده محتاجن بشریت یک بیت برافانی شفاعتی بونا بکت شفاعت او خو تعالی یعنی رخصت بتهندکا درجات توانا بلند بکن مستحقی به حشت بن آن خودینه که عذاب و سزادان سروانا هبت گلک بریکاوی شوی مشفعی او پیغمبر آن شهید آن عالمه او سزادان سروانا سفک بکت اوه شفاعت شفاعت تكريمك قدر قرتنك بوي كسي أي بوي تداني و بو گرنگيا شفاعت جا خود تعالى قرآن خود تومار كري دمت بيجد واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. هاش وي روجي هبن هزرا وي روجي بكن او كس نشد براوانش كسك بكت او كس نشد كسك خلاص كت ولا يقبل منها شفاعة حتى شفاعة جنوية قبيل كرن آية كده بيش نوية قبيل كرن
بس خو تعالى اشارته بهندية دد مروف كافر يعني مشرك چبو خود تعالى نكري حفتي وهشتي وصد صالة خدا خو تعالى بيش شفاعت شوانا ناقرد امام الطبريد بيجد در حقي في آياتي ده بيش خو تعالى يعني غازي بني إسرائيل يا كريد في آياتي ده دم بني إسرائيل سر گناه خو معصيته تجرؤ و سنور بازاندن و دجاتي و پیغمبر و حتى توقتي ظاهر بنا محمدي عليه الصلاة والسلام همي نشان و اوصاف پیغمبر لدفوان اثبات و بأدلة ديار بيك و پیغمبر آخر زمانه بس دفنه چون اصرار کرن سر كفره يا خواه سر شرك و معصيته خواه سر بأمر يا خود تعالى و سر هند رجك ازمان دريجيت کرن گوتن ام نحن أحب أبناء الله وأحباؤه أمد جي قرتنا خود تعالى أمد جي قرتين الدنيا أمد جي قرتين دماء يوكد بيجن دماء خلاط كت رجاء قيامتش دماء داخلي بحشتي كت رجاء قيامتش أو كو حاشا وقت بيجن أم كرت خودنا يعني بابي ما دمو ما شفاعتي كت دمو براباني كت دمو داخلي بحشتي كت إمام الطبري در حقي في آيتي بيجن خود تعالى في آيتي بوانا سلمان دي ديار كري هشیار بن وقت بیجن هیوی امیده با خود چه نکن هشیار بن مادم هین خودانی خوبان ساروخت و صفاتت کریتن دیف حقی ناین تنازلی بوناکن دیف پیغمبر ناین سنورات بزینن پیگریب اوامرت خود تعالی ناکن شفاعت شوان ناگرد و شفاعت شو دیره تین ایک دی شفاعتی با وقت توبه و عمل صالح افروی که درفته أفرك فرصته هنا الخبز برين ابتني كسانة كدي شفاعتي كتروجا قيامتي وإيك جورة مروفن بيغمبرن أفرك محمد عليه الصلاة والسلام تنافوده ظاهرة يأشكرا وديارة آيات القرآن بود بيجد حقائق وأدلة بود ديارت كت دي كلامكن إيماني ببينن دي كلامكن خو مستحقي شفاعتي بكن دي كلام كنا أو كساوي أو قدر قيمة وتكريم دبو إدانة كمحمد عليه الصلاة والسلام شفاعة بخ ومخلوقاته كت هين بوشي بأمر يويتكن هين بوشي بواري بناينن هين بوشي سنورة بازينن يعني هشيار بن هين بن وهر كسكي وكيوا أفخو نبكت سري خدا أفهزرت سري دبت بيكو عملك باش بكت بيكو توبه بكت بيكو تنازله وبيغمبره بكت بيكو ديف اوامرت وفرمت خط على بيت مستحيل شفاعات جي بقلت بو هركسك ملحد بتبكيوه يا سبحان الله وشفاعات جيك كنجد ايد كرن حتى خود تعالى تناف بين مخلوقات همي حكم وسزادان بيت صافي كرن حقي في نمو بتسرفي شنیکو وجا گناهکار دی دیار بن دی تشخیص بن برف جهنم و دی چن شنیکو پیغمبر علیه السلام دست بشفاعت کن و شهدا دست بشفاعت کن اولیا و علما دست بشفاعت کن یعنی خود تا امام طبری بیجت اد وی آیت تا خود تعالی بنو اسرائیل به هی ویکر هین قرتار نابن رجا قیامتی مادام هین باری بحقی ناینن مادام هین سنورات بازینن مادام هين تنازل و پیغمبران آكن دي هين بهيوی بنش رحم و دلووانی خود تعالى رجاء قیامته حتى هين بیدو باری خب پیغمبرین علیه صلی اللہ علیه وسلم ایک رکبتن البروية ایبن و اسرائیل و بو هر مشرکی و هر کافرکی و هر کسانی که افخون خیال با خدا اینت سری خود با رجاء قیامته ایک رک البروية التوبة و شدالالت و برزبین خب زفرن اول چاره چارا ریک وقت بیشون تا که ریک هین شفاعتش رو بگرد رجا قیمتی و هر کسی که وقت وجک افخو نو خیال ها بد او جک مستحیل رحمه خود تعالی جنا گرد آیتک بیشد و اتقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعت ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون هر اف آیتش نفسی او آیتا چویه كو هر ديسان شفاعات شوان كساب تنت جرد اي مستحق رحمه دلوفان يا خو تعالى بن اوتك تخو تعالى بشت يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون يعني خو تعالى بجد
مستحيله مستحيله ايك بشت شفاعته برافوانيش كسانه كي بكت باذن رخصتش خود تعالى بتورجرتن بخود تعالى اذن دابته يعني هم الهيفيو هندنا كخود تعالى دي تشير فرمان الوناكت دي رخصت بو اي بو كي داني كو شفاعتي بكت ابتني او نبن كسك نشت شفاعتي بكت آياتك دي بيروز بشت ولا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يعني شفاعة شوان كساد قلت بيغمبر عصر مشت شفاعة بوان كساد بكت أوي بيرو بواري بخود تعالى إناتين وبيرو بواري بيغمبري إناتين وأقروا بما جاء به النبي وكريار وعمل بويشولي كرن ويكرياري كرن أو بيغمبر سرواني يا فرس كري واجب كري أوانا شفاعات شوانات قلت أواتك بشت يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن أو رضي له قولا أذن له الرحمن ورضي له قولا يعني شي يعني كو خد تعالى راضي بت إش قوتنو كريارت وي الدنيا خودة كو شي قوتن تقوت شي كريارت كر خود تعالى شوان قوتنو كريارت هني راضي بالدنيا شنيكو دي رخصدتي اگر قناها كسر هبت معصيتك هبت خلتي كسر هبت مابت دي رخصدتي بيغمبرا عليه الصلاة والسلام دي برافوني وشفاعتي بوكين ورضي له قولا يعني اقرار كربتكو خدايكي هاي افل دنياي اف قولا سر ازماني وهات بتقوتن كو حقيقة سلمان دبت اقرار كربت الدنياي او كسي گناهكار الدنيا اقرار كرد خو تعالى هي شني كار رجا قيامت خو تعالى درفت و فرصت تبي غنبرا شفاعت بوان جورا مروا بتكرن آياتك بيشت ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الفيري خو تعالى بحث كافرت مكهيكر بحث مشركاكر اوه صنم باريس و دار باريس و اللات و عزة بحثي وانا كر قوتا وانا باشا هين بحثي شفاعاتي تكن اف صنم و دار و بارتهاني دي بوا برافانيه كن و شفاعاتي كن و هين الهيفيين بوا شفاعاتي بكن بس خود تعال بيش تتأصل دا افانا چي بيش نابت افانا چيش يان نينا لا يملكون الشفاعة اصلا يفان نشن برافانيش خو بكن دي چو برافانيش وكن دي شو الهوارة وين دي شو واش آقري قرطاركن دي شو بيش نخوة تعالى يا رب الرحمة بونا ببن مستحيل چمكن يخوة تعالى بشفاعة رجاء قيامت التايبة بمفا ازب تنشم صلاحية بدم هندك وشفاعتي بكن عباش دارو برو صنمو لاتو عزة ورجاء قيامتي ومحشر وخلياقتها متحاضر اهوانا دي چه بونا چه بد يعني چند تشويشك فكري بو 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 مروف و جاربار چهت بت وقت نوقي جاهليتت بن وقتش منهج خود تعالى لاد دن وقت پيگرب آمر و نواهد خود تعالى نكن وقت ديفچون پیغمبری نكن اوه دي بساري وانايد افرو کش بي سر دمي جي كت هين دي وان هزرو بيراد جين دي وان هزرو بيراجت مرن دي وان خون و خيالاج بو خود چهت کن بو رجع قيامتي هندك دي وان دي وانا قرطار کن وانا خلاص کن اش عذاب و آستان و نخوشيا دي وانا درباز کن جي وانت نخوش دي وانا فاقو ازن بو جهت خوش اف تخمينه بو خود چهت کن مروف جاهل و اتنظان اوه دار پارس بر پارس مروف پارس فکر پارس دي دينارو در هم پارس اف هزره بو وانا چهت بت والعياذ بالله خطات بجبتني بيغمبرن شين شفاعته بكن هربوا أهلي مكيه كافرت مكيه مشركت مكيه بحسي وانت كت بجتوا بيغمبرت نفوضي ظاهرة بيقريب أوامرت ويو ونواهيت ويبينن أهو دي بوارة بارفاني وشفاعته بكن مصطلين درفته وفرصته بوا أفريكا أقل هنا الهيفيا شفاعته بن جيانا وخوش بتروجع قيمته أو كلامكن أو بيغمبري ما البردستي ويا ظاهرة مكيه دا إيماني ببينن خونا خابينن يا سبحان الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين خطار آياتك بجد فما تنفعهم شفاعة الشافعين راستا بمروة مشرك ويتكافر أو خالدين في النار وفي جهنم أفونا يتحسرون حسرت دي في حسرت فلا إيمان ينجيهم نا إيمانك هبي كهفرك ببخرن أفرك بوانبت حجات ولا عمل يخلصهم
خواه کار و کریاره که وصلش نکردن دنیای ده کروج قیمتی نیش خودی بد خود عرب بدم بیشیار بده بر خاطر فی عملی ولا شافع یشفع لهم کسب و نشفاعتش نکت ولا صديق ينقذهم هواك الدورمان تخش نابين يعني هما بريكاوي خبجه النخ تعالى فتقطعت بهم السبل يا سبحان الله تجيانك تعذابك يعني عذاب فوق عذاب وضرب اليأس أعماقهم فجبه فياتي خوشت ناف ناخي خوينو شراينو لشي وانادا ايدي الهذيات تشتانا منن فزادهم عذابا فوق العذاب والعياذ بالله والعياذ بالله يا سبحان الله أبي حالي ملو في أبيت أبيت شبو خناكة الدنيا أبي هزرا رجاء قيامتي نكت هزرا بردستي خد تعالى نكت هزرا محشري نكت هزرا سزادان وعذاب وعقاب نكت أبدي بسريئة أو قويتت مخان دين هم مديارت كت شفاعة تني ملك خد تعالى تني دستي خد تعالى دي تني أوشت رخصتي بدت هندك وشفاعتي بكن أفريكا درفتا وفرصتا إيمان أمشن بخو بيداكن أو إيمان دي بري مدت عمل الصالح أو إيمان وعمل الصالح دي والمكة رجاء قيمة دي زنجين بن إن شاء الله صالح وأولياء والشهداء دي بما براباني وشفاعتكن حتى مداخلي بحشتي بكن دموية دي بيجني يا ربي متو مراقلي سر طاعته وعبادته دا حساب من رجاء قيمة قالك صهل وصانهيبت أم داخلي بحشتي بن والحمد لله رب العالمين.